تحية نضالية مصطفى جامع المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE. إذا اليوم نحن في صدد معركة نضالية أو وقفة احتجاجية نفذناها اليوم صباحا كأطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين. بدأت بوقفة أمام احتجاجية كانت ناجحة بامتياز أمام مديرية الموارد البشرية، ثم هنا كنا نرفضوا المنع ديالنا، تم الرفض المنع ديال المسيرة من الموارد البشرية إلى المبنى البرلمان. إذا انتقلنا هنا البرلمان ونحن الآن في إطار تجسيد وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التعامل الغير مسؤول وإمعان الوزارة في التجاهل وفي الحجرة وفي الغبن تجاه أطر التوجيه والتخطيط التربوي. إذن كما رفضنا الاتفاق الأول اللي هو 18 يناير 2022 سميناه اتفاق المهزلة، الآن يتجدد نفس الاتفاق خاوي، اتفاق سميناه اتفاق الانتكاسة. إذن المطلب ديالنا الأساس كأطر التوجيه، نحن مستمرون في نضالنا في إطار تصعيدي محطات أخرى مقبلة إن شاء الله. إذن المطلب الأول اللي هو أساسي ونعتبره مدخل أساس لحل جميع المشاكل التي تخبط فيها الهيئة، وهو مطلب توحيد إطار في إطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط. علاش؟ لأنها الثنائية هي ثنائية مفتعلة أساس جميع المشاكل. ثم المطلب الثاني وهو تعويضات تكميلية مماثلة للأطر ذات نفس المسار المهني. ثم المطلب الآخر وهو الحفاظ على هيئة التوجيه هيئة مستقلة. نستغرب علاش الوزارة أقدمت على إقبار واحد الهيئة وتثبيت واحد الهيئة ديال هيئة التوجيه والتخطيط. إذا نطالب بهيئة مستقلة اسمها هيئة التوجيه والتخطيط للخصوصية ديال هاد المجالين التوجيه والتخطيط التربوي، ولا علميا ولا من ناحية الممارسة. إذا مرة أخرى نتشبث بملفنا المطلبي في شموليته، نتشبث كذلك بمطالب التنسيقية الوطنية لمتدربي ومتدربات المركز، وهو التخرج بإطار بالدرجة الممتازة والتخرج بإطار مفتش. إذا نجدد صمودنا كهيئة، الوزارة مستمرة في إمعان في تجاهل ملف مطلبنا. اتفاقين نقولوا أنهم لم يستجيبا قطعا لمطالب أطر التوجيه والتخطيط. إذا مرة أخرى نؤكد على صمودنا كهيئة، كهيئة يتم تهميشها بالشكل المقصود من طرف مسؤولي الوزارة. إذا مرة أخرى نستغرب لماذا هذا التهميش هذا المقصود، وهذا أنك نسد لبارير أن على هذه الفئة دي، في حين جميع الفئات اللي هي تحركات على الأقل الملفات المطلبية ولو أنها ما راضياش. إذا كذلك ما ننساش أن المطلب ديال 18 يناير كان جاب واحد الاتفاق ديال ترقية زادوا 4 سنين للدرجة الثانية، وبالتالي هذا المطلب حتى هو غير منصف للمعنيين والمعنيات. نطالب كذلك بإعادة النظر في هذا الاتفاق هذا بخصوص المستشارين ومستشارات الدرجة الثانية. وتحية نضالية. الاسم أباعي زهرة، مستشارة متدربة فوج 2022-2024 سلك التوجيه. لأن احنا كفوج استثنائي عندنا مدخلات اللي هي استثنائية، مدخلات جد عالية ما تخدش بعين الاعتبار حين التخرج. يعني هذا النظام الأساسي اللي أو هذا الاتفاق اللي سنت عليه اللي توقعت عليه الحكومة والنقابات، فهو كنعتبره حنايا اتفاق اللي هو نقوصي يضر الهيئة أكثر ما ينصفها. فعلا أن الاتفاق جاب بامتيازات لفئات أخرى، ولكن هيئة ديال التوجيه والتخطيط كنحسوا بحيف وكنحسوا بمخرجات اللي هي نقوصية، خاصة أن التكوين فهو تكوين وطني على صعيد مركز ذو سمعة اللي هي معروفة وطنيا ودوليا، بالمقابل مخرجات اللي هي قهقرة وغير محفزة. يعني احنا اليوم دايرين وقفة لأننا نحس بالظلم وبالإقصاء ونحس بالتمييز. فمدخلاتنا كما يعرف الجميع، فإننا كفوج استثنائي دخلنا بالسلم الحادي عشر، وهناك من ينتمي إلى خارج السلم، ثم هناك أقدمية على الأقل 15 سنة، ثم على الأقل إجازة. أما يعني أغلب المتدربين لهم ماسترات ودكتوراه. بالمقابل حينما سنتخرج بنفس السلم مع قهقرة،
خاصة أن خارج سلم هذا الاتفاق جاء كأنه يعني أن الاتفاق جاب خارج سلم كمكسب لجميع الفئات. يعني لو أننا بقينا في سلكنا الأصلي اللي هو مثلا ابتدائي أو إعدادي سنستفيد، ستبقى لنا الأقدمية وستبقى لنا وسنستفيد من خارج الدرجة بأسرع مدة ممكنة. الآن إحنا في هذه الوقفة كنطالبوا بالتخرج بخارج الدرجة يعني بخارج السلم، نطالب بمعادلة الدبلوم بالماستر، نطالب بإطار مفتش لأن هناك مراكز مدخلاتها أقل من مدخلاتنا، يعني تعتمد فقط على الإجازة أقدمية 10 سنوات وبالنسبة للثانوي أقدمية 7 سنوات فقط وبكالوريا بالنسبة للابتدائي، ولكن بالمقابل هناك مخرجات اللي هي عندها قيمة اعتبارية وعندها قيمة مادية، هناك تعويضات، هناك قيمة اعتبارية، يعني نحس نحن بالإقصاء وبالتمييز، وخاصة أن هذا الاتفاق اللي جاء لم يشير إلى هيئة التوجيه والتخطيط كهيئة مستقلة، بل هناك إرهاصات بأن الهيئة سيتم تفتيتها وإلحاق مثلا تفتيت وإلحاق أطر المستشارين في التخطيط في هيئة وأطر هيئة مستشارين في التوجيه في هيئة أخرى مغايرة. ونحن هنا لنقول لا لهذا الاتفاق، لا للتمييز، لا للإقصاء، نعم للإنصاف المهني، نعم لتوحيد المسارات، نعم للحفاظ على الهيئة، نعم للقيمة الاعتبارية، لكي لأن خاصة أن الأدوار التي يقوم بها المستشارين في التوجيه أو في التخطيط فهي أدوار اللي هي رائدة، وأن أي منظومة تربوية لا تستقيم بدون مستشار في التوجيه وبدون مستشار في التخطيط. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.